اسمح لي ارحب بنفسك. انا اسمي محمد لطفي محمد، صيدلي مسؤول الامداد الدوائي بمستشفى الميدان. ممكن حضرتك توصف لي الاصابات اللي جت النهارده او الناس اللي متوفيه توفت؟ احنا بدانا من الساعه 1:30 تقريبا، اللي يمكن بعد حوالي 9 او 8:30 احنا نتقبل القتلى والمصابين بشكل يعني غير انساني. دول عباره عن مجموعه راحت تبلى يعني تعب عن رفضها لشيخ الازهر، كان رايح على جامعه الازهر، فاعترضوهم البلطجيه واعترضوهم الداخليه واعترضوا القناصه، وده كان امر عجيب جدا. انت لما بيجي تبص تلاقي كل الشهداء مصابين في الراس بامر منتهى البشاعه. احنا يا جماعه عشنا ليله يعني انا خايف انام، يعني انا شاع يعني شاعت بالقلق. في ناس توفت بعد فتره ولا الناس كلها بتيجي متوفاه؟ لا، في كتير كان بيستشهد خلال فترات، خلال وقت بس من اول ما تكون الاصابات اللي موجوده يعني شكلها ايه؟ الناس اللي الحمد لله معظم معظمها بالقناص. الاصابات اللي عاشت جميع انحاء الجسم، في كل مكان يقتل في بلد الجسم، في ايده مكانه كان بصد رصاصه، في جسمه، في مناطق، في كل ما يخطر على بال حضرتك. احنا شفنا بشاعه. انا قدر لي ربنا سبحانه وتعالى ان اشهد الثوره الليبيه، يعني مع اتحاد الاطباء العرب لجنه الاغاثه سافرت اثناء الثوره الليبيه، كنا اول فوق اغاثي دخل، شفنا هذه الاصابات بهذا الحجم، ما كنت اتخيل ممكن يحصل في بلدي. لكن الجيش الليبي ومكان في ليبيا دول مرتزقه يؤجروا بتوع اوكرانيا اللي كانوا اصحاب القبعات الصفر، لكن انا داخليه بتاعتي مش ممكن. الجيش المصري بتاعي بيرضى ليه؟ يرضى بكده؟ ليه يرضى بكده؟ ليه يرضى بهذا السفك من الدماء بهذه البشاعه؟ وديني الجميع، وديني الجميع، وديني الجيش المصري، بالرغم ان احنا بنقول هنظل بسلميتنا ولن ننجر ابدا في مواجهه مع جيشنا، وهنكون بصدرنا العاريه. ودين الداخليه، ودين وزير الداخليه، ودين كل فرد يعمل في الداخليه، ودين شيخ الازهر توادرس، كل فرد شارك ولو بشطر كلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شارك ولو بشطر كلمه، من شارك في قتل مؤمن ولو بشطر كلمه، ياتي يوم القيامه مكتوبا على جبينه ايس من رحمه الله. الاستاذ محمد فوزي ده احد قيادات الجماعه الاخوان المسلمين. انا حضرتك بيعتبر انا بدير عمل هنا وبمثل جماعه الاخوان المسلمين. كان ابني كان معتقل، وكان عيلتي كامله كانت موجوده ايام وقت الحرس الجمهور، والدتي وزوجتي واولاد الاربعه واخوي. بنضحي بمين؟ هنضحي مين يضحي بمين؟ جميع الاخوان وبلا استثناء اولادهم كانوا موجودين في المواجهات، لانهم تربوا على كده. اولادنا ربناهم على كده، ربناهم ان هم فعلا يحملوا التحدي. فده ما فيش حق، ده كلام غير مقبول. في ناس متوفيه من خارج، طبعا عدد كبير. وانت حضرتك ممكن تلاحظ في وجوه الناس وتقدر تميز، وطبعا مش مقصود به ان الاخوان لهم سمت ولا كده، لكن تستطيع ان تخرج يعني بشكل ما ان يمكن فرد الاخوان بيشعر بالسكينه، خلاص بيشعر ان هو قدم. وبرضه اخويا اللي هو من اي فصول اخر، حضرتك الميدان اللي موجود فيه، الميادين اللي جمع فيها هذه الملايين، اللي سي ان ان قالت فيها ان 48 مليون بني ادم، حضرتك دول مش الاخوان المسلمين. وش الارض عنك، الجنه ونعيمها يا ابني، شباب شباب زي الورد، الجنه ونعيمها يا حبيبي، مبروك عليك يا ابني. عايز انزل، عايز انزل، انزل يا الله يكون في عونك، الله يقويك. هو نعمل وكيل فيك يا سيسي، في الراس يا سيسي، الجنة مش حصلت يهود يا سيسي، مش حصلت اليهود يا سيسي، يا سيسي يا يهودي، يقين يا سيسي يا يهودي. Oh, my God.